بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستشار كوهينستان، هذا المستشار اللي اسمه العبد الهالك عبد الله. العبد الهالك عبد الله نزل تضريطه، ويا كثر ضرطكم، ويا كثر تضريطاتكم، ويا كثر ما تخنبقونها. شكلك خرفت فعلا. فعلا الإنسان لما يخرف ممكن يقول أي شيء، سبحان الله. إيش يقول في هذه التضريطة مستشار كوهينستان؟ يقول لك رجل دين في أقصى شمال الخليج العربي، زين، ورجل دين آخر في أقصى جنوب الخليج. طبعا يقصد الشيخ الخليلي في سلطنة عمان، ويقصد الشيخ عثمان الخميس في الكويت. واضحة، نعم واضحة، لأن عداوتهم واضحة للمسلمين ولمن يقف دائما مع قضايا المسلمين، وخاصة رفض هالمشايخ ورفض الكثير بما يسمى الديانة الإبراهيمية ومجمع العائلة الإبراهيمية والمسخرة اللي تحدث في كوهينستان. أعزائي المشاهدين، فسبحان الله، أي إنسان يعترض على ما يحدث في كوهينستان اخوانجي داعشي، وخذوا من الكلام متطرف وارهابي، خذوا من الاتهامات. ما تقول كلمه الا ويطلعون لكم بالاتهامات اخواني الكرام. عموما خلينا نشوف تضريطه العبد الهالك. مستشار، نعم مستشار. بس انا حاب اقول لك قبل ما اقول تضريطك، انت حتى مش مستشار، مستحمار ما شغلك، مستحمار ما شغلك. المهم يقول لك رجل دين في أقصى شمال الخليج العربي، ورجل دين آخر في أقصى جنوب الخليج العربي، كلاهما عالق في الماضي. انزين، يقودان أتباعهم باجتهادات فقهية تنتمي لعصور الظلام. سبحان الله، الفتاوى اللي يطلعونها والكلام اللي يتكلمون فيه في الدين، هذه أمور فقهية تنتمي لمين؟ إلى عصور الظلام. نعم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودينه القرآن والسنة وما حصل في عهد الخلفاء الراشدين والخلافات الإسلامية المتتابعة، هذه الأمور اللي المسلمين حكموا العالم، اللي المسلمين انشروا العدل، اللي المسلمين نشروا العلم وأضاءوا الظلام، أضاءوا بنور الإسلام الظلام، خلصوا الناس من العبودية ونقلوهم إلى الإسلام. هذا كله عصر الظلام. المسلمين اللي وصلوا إلى حدود الصين وخذوا مناطق من الصين، وصلوا إلى أوروبا، إلى حدود فرنسا، خذوا الأندلس، فتحوا البلقان، وصلوا لين من المغرب إلى أندونيسيا، إلى ماليزيا. هذه الرقعة اللي أنا سويت لكم في حلقة 45 مليون كيلو متر مربع، كل هالعهد هذا 1200 سنة، 1200 سنة المسلمين حكموا العالم. عصر الظلام. أنتوا يا العبد الهالك كوهينستان عصر النور، عصر التطور. خلوني أكمل لكم التضريطة. إن هذه الاجتهادات الفقهية تنتمي لعصور الظلام وتعطل، ركزوا على هالكلام، إن الاجتهادات الفقهية هذه تعطل حداثة المجتمعات الخليجية التي تركز على الحاضر وتتجه نحو المستقبل بفكر عقلاني وواقعي. الله أكبر، الله أكبر، أكبر سيخ شاورما، صروال، أكبر صروال، أكبر كمامة. هاي التطور. نعم، إحنا الدول الخليجية أكبر سيخ، أكبر كمامة، أكبر دقاع في وجهك. هاي التطور اللي إحنا وصلنا له. نعم، أجدادنا 1200 سنة حكموا العالم. عصر الظلام يا حبيبي، هذول عثمان الخميس والخليلي والآراء الفقهية هي اللي
كم عطلة تطور. نعم نعم انتم كوهينستان مشكلتكم مع المطاوعة والدين، لانكم انتم تبون تصنعون طائرات حربية وتسوون القنابل النووية. نعم انتم ما سويتوا القنابل النووية في كوهينستان، انتم سويتوا القنابل المنوية وجبتوا روسيات. نعم جبتوا روسيات تقودون عليهم. برافو برافو على التطور. نعم احنا المسلمين والاسلام اللي معطلكم. نعم وعشان كذا من التطور ومن الحداثة، وايش يقول لك بعدين؟ ان يعني وبفكر عقلاني وواقعي وعنصري متسامح ومنفتح على العالم. نعم احنا التطور عندنا، فتحنا اكبر معبد للهندوس، وفتحنا اكبر معبد للسيخ، وفتحنا اكبر معبد للبوذ، وفتحنا مجمع العائلة الإبراهيمية كنيس يهودي، وسوينا اتفاق. نعم نعم هذا هو الفكر المستنير، هذا عصر النور اللي انتم عايشين فيه، اللي فصختوا هافاتكم وقلتوا للصهاينة كم اسعلوا اسعلوا فينا. هاي التطور اللي تبيه. الإسلام دين التخلف. نعم عثمان الخميس متخلف، والشيخ الخليلي متخلف، والإسلام والإجتهادات الفقهية متخلفة. نعم الحداثة مثل ما أنتم سويتوا، حللتوا الخمر، حللتوا المساكنة، حللتوا الزنا، حللتوا كل حاجة، جنستوا الصهاينة، عطتهم جنسيات، خليتوا الصهاينة يحتلونكم ويدخلون مجالس الإدارات ويستثمرون عندكم ويسوون كل شيء، فتحتوا كل حاجة للهندوس، فتحتوا كل حاجة لجميع الديانات. أنت سامح لكن مع المسلمين لسانك هالطول، لسانك هالطول. نعم قاتلك الله ما أقبحك. أنت مستشار؟ أنت مستشار؟ والله أنا دائما أقول كلمة، روح بيع بصل، والله إن اللي بيع بصل أشرف منك، اللي بيع بصل أشرف منك. أنا بس أبيك تراويني شنو الحداثة والإسلام معطلكم في شنو، إنكم أنتوا اللي يقولك والله اجتهادات فقهية تنتمي لعصور الظلام. نعم نعم عصور الظلام، عصور الظلام. المسلمين اللي وصلوا للبوسنة، وصلوا لمقدونيا، وصلوا كوسوفو وألبانيا وللأندلس ولفرنسا، وصلوا لكل هذا تخلف. علماء المسلمين اللي إلى الآن العلماء الأوروبيين مو بعارفين يفكون لغز قصر الحمراء، وجاي حضرتك أنت يا أبو ذراط يا ابو تضريطة جاي تتطاول على الاسلام والمسلمين وتتهمنا العصر رجعية، عصر رجعية والتخلف. 1200 سنة احنا اقوى اقوى دولة في العالم، جاي حضرتك انت تستهزئ بالدين؟ قاتلك الله ما اقبحك. ما عليك شرها، ما عليك شرها، يلي فصختوا الاوزر وخليتوا الصهاينة يفعلون فيكم، يلي ما خليتوا من هب ودب الا ودخل بلادكم، خليتوا البلد سمردحة. قاتلك الله ما أقبحك تطاول على الدين. والله هزلت، والله هزلت طقيعان وضريطان وطقعان وأم حمار، وجايين يتطاولون على الإسلام. أنا خاطري بس أبي أعرف أنتوا اللي يسمونكم ولا ذاك قردي 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 الحمد هذا اللي يسمونه مفكر، خاطري بس أعرف إحنا كمسلمين، ما بقول مسلمين أنكم تكرون الإسلام، احنا كخليجيين احنا شو استفدنا منكم؟ انت يا العبد الهالك عبد الله، ايش استفدنا احنا كمواطنين خليجيين منك ومن قردي الحمد ومن العلمانيين الانجاس اللي مثلك ومن كوهينو؟ انت بس علمني احنا ايش استفدنا، ايش استفدنا؟ ابراج، خل ابراج لك، خل ابراج لك يا حبيبي. احنا ما استفدنا شيء. تعرف احنا ايش استفدنا؟ عريتوا حريمنا، حاربتوا الحجاب، بتدخلون جهنم قاتلكم الله. تفكرون الدنيا هذه موجودة بس عشان أني أنا أبني برج؟ أنت يا العبد الهالك اللي قاعد تقول والله الاجتهادات الفقهية، أنت لو تمشي على الإسلام كنت الآن عندك صواريخ، كنت الآن أنت إنسان عندك، أنت بنادول ما عندك، بنادول ما عندك، أدوى ما صنعتوا، غذاءكم ما سويتوا غذاء، ما عندكم شيء. هاي لها سبحان الله اخواني الكرام، احنا عندنا العلماني العربي، العلماني الامريكي والاوروبي هم انه يصنع ويسوي، انا ما احترمهم لكن انا قاعد اقول لكم العلماني الامريكي والاوروبي يصنع ويخترع ويسوي، العلماني العربي اللي موجودين الخمه اللي موجودين حوالينا شنو همهم؟ اطقاع وضراب
يفتح له فندق يجيب روسيات يقود عليهم يبيع الخمر ويقول حق الحريم انطلقوا الى الدعارة وفسخوا الحجاب عملوا اختلاط. هاي تفكيرهم، هاي مستوى الحذاء اللي في عقولهم انه بس يعري المرأة ويحارب الإسلام. سبحان الله العلماني العربي مثل هذا العبد الهالك المطقاع، سبحان الله اخواني الكرام، والله اخواني الكرام يحترم كل الديانات ويعبد كل الديانات ويتسامح مع كل الديانات إلا الدين الإسلامي، يكره الدين الإسلامي، سم ضروس الدين الإسلامي، يحارب الإسلام والمسلمين، يكره الإسلام والمسلمين، ويتعامل بكل عجرفة وعنطزة مع أهل الإسلام. وأي إنسان يقول له يتكلم بالإسلام فورا عند إيش؟ الحبس، السجن. إنما لا يجرؤ أن يقول حرف حتى حق عباد القضيب. عباد القضيب والله ما يقولوا لهم حرف، لكن لما يجي له واحد إسلام ومسلم قاتلكم الله على الآن. أنا بس أبي أعرف الحقد الشديد اللي في قلوبكم على الإسلام من وين جايبينه؟ من وين جايبين الحقد الشرس والشديد على الإسلام؟ مو بعرف، والله مو بعرف أنتم وين جايبينه، لكن فعلا أنا أقول لكم أخواني الكرام من وين جايبينه. هذول متربين بيبي بوكسرز، معظمهم بيبي بوكسرز، معظمهم مأخذينهم لقطاء من الشارع ومربينهم المخابرات على كره الإسلام. وأنا أقول لكم يوم القيامة راح تتذكرون كلامي، ويا ما كررت هذا الكلام، يا ما كررت هذا الكلام، لكن بإذن الله راح نلتقي يوم القيامة، وأنا أراه قريب، أنا أشوف يوم القيامة قريب، راح نلتقي. الأيام تمشي بسرعة، ميتين ميتين، ترى إذا مت خلاص قامت قيامتك. والله يوم القيامة ستتفاجئون بحاكم أصل صهيوني، بمدير، بوزير، بشيخ دين، بكاتب، بكبي أصله صهيوني، وهو يقول أنا اسمي عبد الله، واللي يقول أنا اسمي محمد، واللي يقول أنا اسمي عبد العزيز، واللي يقول أنا اسمي مدري مين، ومن هذا الكلام. ويقول لك والله أنا مسلم، وأنا أشوف شلون لابس ثوب وعقال وكذا، تشوفه تقول هذا، لكن هذول كلهم راح تكتشفون يوم القيامة إنه إنسان صهيوني زرعوه وسطنا، يتكلم مثلنا ويدعي الإسلام مثل هذا الإمام المسجد اللي اكتشفوه في ليبيا، إمام مسجد اكتشفوه أنه يهودي. وصلت الرسالة، وأوجه رسالتي لمستشار كوهينستان، خيط حلجك، لحط النعال والجزمة في فمك العفن، حتى والله جزمتي أشرف منك يا نجس، يا اللي تطاولون على الإسلام وتكرهون الدين وتكرهون أهل الدين، قاتلكم الله.